أهلا بكم. قالت منظمة العفو الدولية أن القوات الإسرائيلية أظهرت استهتارا واضحا وصادما بأرواح المدنيين في قطاع غزة، واستخدمت كافة الوسائل العسكرية في حربها الحالية، ما أسفر عن مقتل مدنيين على نطاق واسع. وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية أنها وثقت قيام إسرائيل بهجمات عسكرية عشوائية تسببت في خسائر جسيمة بين المدنيين في قطاع غزة، ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب. وكشفت العفو الدولية أنه لم يتوفر لديها أي دليل على وجود مقاتلين أو مواقع أو أهداف عسكرية أخرى في المنطقة المجاورة في أثناء الهجمات، والتي يقول الجيش الصهيوني أنها مواقع عسكرية. وتواصل إسرائيل قصفها العنيف على قطاع غزة منذ نحو أسبوعين، إذ قتل في هذا القصف أكثر من 4000 مدني ونحو 13,000 معظمهم من النساء والأطفال. المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما دوافع وأهداف المجازر البشرية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين في قطاع غزة منذ أيام؟ وهل لهذه المجازر الوحشية علاقة بمخطط الاحتلال في تهجير سكان قطاع غزة إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ وهل يظن قادة الاحتلال أن هذه المجازر البشعة المتواصلة منذ 75 عاما هي الضامن لبقاء الاحتلال في فلسطين؟ وهل انتقل سيناريو تهجير السكان من مدنهم من العراق وسوريا إلى فلسطين المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، أديب زيادة، حسن الخالد. من مذبحة إلى أخرى، يواصل جيش الاحتلال هوايته الدموية في قتل الفلسطينيين، مستغلا الدعم الغربي غير المحدود له، ولا سيما الدعم الأمريكي الذي وصل إلى درجة تقويض أي قرار دولي لوصف مشهد مئات الأطفال القتلى على أنه جريمة حرب. مذبحة مستشفى المعمداني في مدينة غزة بصواريخ الاحتلال الصهيوني أدخلت العالم في صدمة توقف عندها كل وصف، وحار بتصوير فظاعتها شهودها الذين ينتظرون عدالة توقف ارتكاب أمثالها في أقل تقدير. إدانة بالجملة من الدول العربية والإسلامية وكذلك دول أخرى كلها أكدت على ضرورة محاسبة مرتكبي مذبحة مستشفى المعمداني وإيقاف الحرب الهمجية على غزة، لكن الموقف الأمريكي ومعه الداعمون للاحتلال تجاهلوا هذه المذبحة واستمروا في لوم الضحية وترك جلادها ليعطوه غطاء دوليا لارتكاب مزيد من الجرائم والمضي بمشروع تدمير القطاع إلى أبعد نقطة. وبالفعل مذبحة مستشفى المعمداني لم تكن نهاية المأساة، فلقد استمر جيش الاحتلال في قصف غزة وبوتيرة أشد، وكأنه لم يقتل قبلها بلحظات مئات الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال. أما من أدانوا هذه الجريمة فهم، وإن كانوا يملكون أدوات ضغط، إلا أنهم يجسدون دور العاجز الذي لا يملك سوى الرفض والتنديد. ورغم هذا الصمت والتخاذل وتكرار الموقف الخجول منذ النكبة حتى الآن، يرى مراقبون أن العدوان الحالي على غزة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية تختلف عما كانت عليه منذ سنوات، ولذلك فإن ثمة مؤشرات على مرحلة جديدة من عمر القضية الفلسطينية قد تقلب شكل المنطقة رأسا على عقب. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار، والتي ستبحث في المجازر الوحشية والدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ 14 يوما. ضيف طاولة: دكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا عبر سكايب الدكتور أديب زيادة، الباحث المتخصص في ملف الاستيطان، سيكون معنا عبر سكايب من الدوحة، وأيضا الصحفي الفلسطيني حسن الخالد سيكون معنا من بغداد عبر سكايب. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام، حياكم الله. نبدأ مع الدكتور أديب زيادة إذا كان موجود معنا. طيب، ما موجود، نتوجه إلى بغداد والصحفي حسن الخالد. مساء الخير أستاذ حسن. حياك الله أستاذ ماجد، تحية لك ولمشاهدي قناة الرافدين وضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. هذه المجازر الوحشية
التي ترتكبها قوات الاحتلال في قصفها لغزة ولذهب ضحيتها أكثر من 4000 من الضحايا و13000 جريح ومصاب. وهناك طبعا الآن اليوم السلطة الفلسطينية ووزارة الصحة تتحدث عن 1400 تم الإبلاغ عنهم أنهم يعني مختفين أو غير موجودين وترجح أنه تحت الأنقاض. دوافع وأهداف هذه المجازر المروعة؟ في البداية أستاذ ماجد دعني أحيي مقاومتنا الباسلة في غزة، ربنا يتقبل شهدائنا ويشافي جرحانا ويصبر أهلنا. أستاذ ماجد، المجازر الصهيونية ليس وليدة اليوم، هذا الكيان اللقيط أنشئ على المجازر بحق اللاجئين بحق الشعب الفلسطيني. لو تسلسلنا في المجازر الصهيونية والعصابات الصهيونية بحق الفلسطينيين منذ عام 1937 حيث ارتكب هذا الكيان اللقيط الصهيوني أكثر من 50 مجزرة بحق الفلسطينيين، كان يستخدم أسلوب الترهيب والتهجير والقسل والقصف، بداية لا ننسى مجزرة القدس 37 وحيفا ومجزرة بلد الشيخ وباب العمود، مجزرة العباسية 47، مذبحة دير ياسين بال 1948. فالكيان الصهيوني اللقيط اعتاده منذ 37 على المجازر حق الشعب الفلسطيني لتهجيرهم. يعني خلنا ناخذ على سبيل المثال في 48 مذبحة دير ياسين، اراد الاحتلال يربط خط رابط بما يسمى تل ابيب مع القدس، فقام بقصف قرى خانية دير ياسين لإخلاءها من سكانها عن طريق الإرهاب، قصفهم بالمدفعية ومن ثم جعلهم ينزحون. فهذا الكيان هو أنشئ على المجازر. فاليوم بدأ في غزة، يعني لو أخذنا التاريخ الحديث بال 2022 مجزرة رفح راح ضحيتها 8 شهداء و40 جريح، في شهر آب 22 مجزرة جباليا، حاليا في هذا العام كانون الثاني مجزرة جنين. يعني هذا الاحتلال عندما أراد اقتحام مخيم جنين ولم يستطع، قام بقتل وقنص 9 شهداء و16 جريح. فهذا الكيان اللقيط اعتاد على المجازر لكي يرهب أبناء القرى والمدن وإجبارهم على النزوح. نعم. من خلال تهجير، من خلال هدم المنازل، من خلال اعتقالاتهم. فهذا المجرم الصهيوني. نعم. بعصاباته ليس وليد اليوم. أشكرك. إذا كان معنا الدكتور أديب زيادة حتى نتحول إليه، ليش مو جاهز؟ عنده مشكلة. طيب دكتور رافع، الدكتور رافع الفلاحي، هذه المجازر الصهيونية الحالية المرتكبة في غزة، طبعا الهدف المعلن من قبل قوات الاحتلال هو القضاء على يعني المقاومة الفلسطينية، بنيتها العسكرية وما إلى ذلك، وقتل لحد الآن 4000 وهناك جرحى، والحقيقة الكثير من البنى التحتية يعني حطمت وسويت بالأرض. يعني هل ثمة رابط بين هذه المذابح الآن في فلسطين والمذابح التي جرت في العراق أيضا بنفس الأدوات بنفس الآلات بنفس السلاح الأمريكي، واللي أيضا قتل فيها يعني مئات الآلاف من العراقيين، أم أن ما يجري في فلسطين وما جرى في العراق سياقان مختلفان لا رابط بينهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وحييك أستاذ ماجد وحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. الحقيقة هناك أكثر من رابط، يعني نعم. نفس الدرس يسقط في كل مكان، لذلك لم يفاجئني قصف المستشفى، قتل كل هذا العدد من الفلسطينيين الأبرياء. نعم. اللي انقتلوا بالمستشفى من قبل الكيان الصهيوني بصواريخ اللي قصفهم قبل أيام، ولا يفاجئني العدد اللي تحدث فيه الآن 4000 أو 5000، وربما أضرب هذا العدد بعشرة، لن يفاجئني، لأنه نفس القضية، نحن في العراق شهدنا نفس القضية نفس الإجرام، وأمريكا وإسرائيل هي يعني الابن المدلل لأمريكا، وأمريكا وإسرائيل يسقطان الدروس على بعضهما يعني في تعاملهم مع حروبهم.
يعني فقط أذكر أنه أمريكا عندما قامت لحد الآن 250 سنة، أكثر من 220 سنة هي في حروب وقتلت كثير من سكان الأرض، ويكفي أنهم قتلوا الهنود الحمر أكثر من يعني ملايين، أكثر من 10 ملايين أبادوهم، والآن نماذج صغيرة في احتفالات يسموها كرنفالات يجيبون واحد من الهنود الحمر يعني يشاهدوه ويعني يسجلوه بالتراث هكذا. عموما أعود مرة أخرى أقول أنه يعني ذكرني هذا مثلا في ملجأ العامرية، نعم، في 13 شباط عام 1991 عندما قصف الملجأ. أمريكا كانت تعرف أنه هذا ملجأ يسكنون به مدنيين وتعرف جيدا جدا، وعوائل في المنطقة العامرية ولحد الآن أكثر من حوالي 500 إنسان نساء وأطفال قتلوا وحرقوا في ذلك الوقت وتفحمت جثثهم طبعا. نفس القضية، نفس الشكل، نفس القضية، يعرفون هذه مستشفى وبيها من الجرحى والقتلى يضربونها. الإجرام متأصل في نفسهم، لذلك هم يعني دائما ما يبدأون في حملاتهم إعلامهم ودوائرهم السياسية، دوائرهم الإعلامية ودوائرهم السياسية تشيطن الطرف الآخر، يعني مثل ما شيطنوا في العراق وضعية العراقيين، الآن شيطنوا في غزة الناس المقاومين وأهل غزة، شيطنوهم بحيث قطع رؤوس وأطفال وما أعرف هذا الكلام اللي قاله بايدن ثم تراجع عنه، قالته CNN وتراجعت عنه، والآن الكل متمسكين به يتحدثون به. قطع الرقاب هذا جزء من شيطنة من جعل الرأي العام الأوروبي، الرأي العام الغربي يتقبل إجرامه، يتقبل كل ما سيفعلونه فيما بعد، وهذا ما يحدث الآن. ما يحدث في غزة إجرام واضح للعالم كله، لكن يتقبله الغرب، يتقبله بكل صلافة ويدافع عنه، لأنه هم من البداية إعلامهم ودوائرهم السياسية هيئتهم لتقبل ما سيحدث، ما سترتكبه إسرائيل، ما سترتكبه الكيان الصهيوني من جرائم كبيرة. وهكذا كانوا في العراق، شيطنوا العراق وقالوا أنه العراق فيه أسلحة دمار شامل وإرهاب وما أعرف منه، جاءوا واحتلوا العراق ودمروا وقتلوا أكثر من يعني 1.5 مليون ربما إلى 2 مليون مواطن عراقي قتلوا خلال هذه 20 سنة، وكل برعاية أمريكية. وأذكر لك حتى في الحصار، يعني حصار غزة نفس الشيء، شيطنوا أهل غزة وشيطنوا العراقيين. وعندما سئلت أولبرايت في وقتها وزيرة الخارجية الأمريكية، نعم كانت وزيرة الخارجية الأمريكية، عندما سئلت هل يستحق حصاركم للعراق أن يقتل به أكثر من 500,000 طفل، قالت نعم يستحقون الموت. هكذا ينظرون إلينا، ينظرون إلينا. لذلك قول وزير الدفاع الإسرائيلي عن سكان غزة بأنهم حيوانات وأنه يجب اجتثاثهم، هذا قول كلش طبيعي بالنسبة لهم. هكذا، لأنه أولبرايت وزيرة خارجية عندما يقولوا لها أطفال تقول ليذهبوا إلى الجحيم، المهم حصارنا يمضي في طريقه. هكذا ينظرون إلينا، وهذه النظرة الاستعلائية، النظرة اللا إنسانية، النظرة اللا أخلاقية جزء من مخططهم لإبادتنا بهذا الشكل. ما يحدث الآن صورة طبيعية جدا جدا ومتصلة بين أمريكا وإسرائيل ودول غربية كثيرة مع الأسف الشديد. نعم، ضيفنا دكتور أديب. نتحول إلى بغداد. نعم أستاذ حسن، هذا القصف العنيف، هذا القصف الدموي الكبير، تقول يعني قوات الاحتلال الجيش الإسرائيلي أنه يهدف للقضاء على المقاومة الفلسطينية خاصة حماس وبنيتها العسكرية. إذا كان الأمر هذا القصف موجه للقضاء على العدو العسكري وهو المقاومة الفلسطينية حماس وغيرها، إذا لماذا هذا العدد الكبير من المدنيين سفكت دماءهم وأزهقت أرواحهم، 4,013 ولا زال الحبل على الجرار كما يقال؟ أستاذ ماجد، هذا الاحتلال الصهيوني وعصاباته في أي مكان يحاول اقتحام أو الدخول لأي مكان ولم يستطع ويجد ويواجه مقاومة شديدة، يقوم بقصفه وتهجير أهله. ولا ننسى مقولة إسحاق رابين الذي قال بالنص: أتمنى لو أستيقظ يوما وأرى غزة قد ابتلعها البحر، وقالها فيما بعده شارون وشاول مفاز ويهود باراك. فغزة تقف شوكة في حلق هذا الاحتلال الصهيوني. يعني لا ننسى غزة صمدت في وجه هذا الاحتلال في 2008، عدوان 2012، 2014، 22،
23. فصمود أهل غزة وقهرها لما يسمى رابع أقوى جيش في العالم جعل الاحتلال الصهيوني يصب غضبه على سكان أهل غزة. فهو يدعي أنه محاربة المقاومة الفلسطينية متمثلة بكتائب القسام وسرايا القدس، ولكن هذا غير صحيح. فهو قبل أيام أستاذ حسن أعتذر منك، بس خلينا لأن تأخرنا على ضيفنا الأستاذ دكتور ديب زيادة، كان عندنا مشكلة تقنية والآن هو معنا الآن. مساء الخير دكتور. مساء الخيرات، مرحبا يا حياك الله. أهلا وسهلا دكتور. هل تعتقد أن دوافع وأهداف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة وهذه المجازر البشعة التي يعني ترتكب يوميا منذ أسبوعين لها علاقة بالأهداف الحقيقية، أم أنها تخفي شيء آخر من وراء هذه الحملة، وليس القضاء على البنية العسكرية والمقاومة كما يعني تقول سلطات الاحتلال؟ لا، هو لا شك بأنه سلطات الاحتلال من خلال قيامها بهذه المجازر لا تخفي أن لديها هدفين أساسيين. نعم. الهدف الأول يتمثل في فعلا استرداد الهيبة والكرامة الإسرائيلية التي هشمت في 7 أكتوبر على يد المقاومة، وفي المقابل أيضا إن تمكنوا من إتمام هذا الهدف بشكل أساسي فلديهم أيضا هدف آخر فيما يتعلق بجعل قطاع غزة قطاعا بين قوسين نظيفا من حركات المقاومة بالمجمل. لكن المسألة بمعنى آخر يعني هناك يحملون أو يعلنون إلى حد بعيد أن لديهم هدف يتمثل في جعل غزة هي شعب بدون حماس، أو في المقابل غزة بدون شعب. فإن نجحوا في الأولى فكفاهم الله شر الثانية، وإن لم ينجحوا في الأولى فهم سيعملون على جعل غزة بدون شعب، بمعنى تهجيرهم إلى سيناء، طردهم إلى سيناء ودفعهم بشكل أو بآخر لإتمام السيناريو الذي كان معداً أصلاً في الجوارح الإسرائيلية منذ فترة بعيدة. هذا السيناريو موجود في السيناريو الترانسفير أو الترحيل والخلاص من هذا الوجع، وجع القلب ووجع الرأس مرة وإلى الأبد. لكن طبعاً نحن نعلم أنه كل إمكانات الإسرائيليين والصهاينة ومن معهم ومن والاهم ومن وقف معهم في هذه الحرب لم يتمكنوا من كلا الهدفين، لن يتمكنوا من جعل شعب غزة بدون حماس، ولن يتمكنوا من جعل غزة بدون شعب، لأن الصمود الذي أبدته كتاب المقاومة خلال الفترة السابقة وحتى اليوم، يعني نحن نتحدث عن تقريبا 2 أسبوع كاملات 15 يوم تقريبا الآن، نصف شهر من المقاومة الباسلة التي تتحكم كما قال الناطق باسمها بإيقاع المعركة شيئا فشيئا وبشكل مدروس وحكيم. ونحن نرى أن شعب غزة الذي أجبر على بعضه على الذهاب نحو الجنوب اكتشف أن الجنوب ليس أكثر أمنا من الشمال، وجزء كبير منه عاد إلى الشمال، بمعنى أنه لن يكون هناك تهجير أو بمعنى هجرة من الفلسطينيين، ولن يكون هناك اجتثاث لحماس أو كذا بالمقاومة كما يعلن الإسرائيليون. المجاز التي تحصل هي عبارة عن محاولات لإيجاد أو يعني إحداث ما يسمى بالصدمة والرعب لدى الشعب الفلسطيني، وهو حقيقة طبعا الصدمة حاصلة لدى كثير من الناس، بأن هناك يعني استهداف غير مسبوق فيما يتعلق بالمجازر. المجازر هذه حقيقة تترك أكيد بالضرورة، لأن الناس هناك بشر وهناك أطفال وهناك نساء وهناك شيوخ وهناك مدنيون كثيرون جدا في قطاع غزة، يعني تعدادهم كانوا 2.5 مليون، والمقاومة المباشرة أو المجاهدين أو المقاتلين المباشرين هما ربما بضع آلاف أو عشرات الآلاف من الناس. بالقطع هناك إحداث أو نوع من الرهبة والترهيب، لكن صمود الناس أعلى وأكبر وأشد وأمتن وأعتى من كل أنواع القسوة وكل أنواع الرعب وكل أنواع الصدمة التي تحصلها أو تحدثها هذه المحاولات القيام بالمجازر تلو المجازر. وأعتقد أن هذه المجازر لن تتوقف في ظل جرين لايت اللي معطى معهم من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل الإدارة الأوروبية. سنتحدث عن هذه النقطة دكتور، ومن قبل أيضا بعض العرب للأسف. أشكرك. نتحدث عن هذه النقطة، كيف أن الدعم الغربي وخاصة الأمريكي يغري الكيان الصهيوني بارتكاب المزيد من المجازر. دكتور رافع، هذه المجازر الدموية، تحدث الدكتور أديب عن أنه يعني الهدف منها إخافة الناس، جعلهم يضطرون للهروب أو الخروج وترك أرضهم. هل تعتقد أن
أنها مقدمة أو أداة لإخافة الناس فعلا وإشاعة الرعب والذعر في صفوف المدنيين، وبالتالي يهجرون ويتركون قطاع غزة، ويعني وفق هذا المخطط بترانسفير أو تهجير أو نقل إلى الخارج هذه المجازر لإخافة الناس وجعلهم يخرجون يضطرون للهرب. والله أستاذ ماجد، أنا ربما أسقط كل ذلك على التجربة العراقية. نعم. من خلال التجربة العراقية ممكن أتحدث عن هذا الموضوع. نعم. بالتجربة العراقية لدينا أكبر شاهد ما حصل في الفلوجة في عام 2004. نعم. معركتين كبيرتين، أهل الفلوجة معروفين، ونساء وأطفال وشيوخ وشباب موجودين، مدينة عراقية موجودة فيها، وقاومت أكبر قوة بالعالم. الجيش الأمريكي هو أكبر جيش بالعالم وأقوى جيش بالعالم تسليحا وخدمات لوجستية واقتصاد ويقف وراء وسياسة وإعلام، كل الدنيا تعرف ذلك، أقوى جيش بالعالم، وهذه حقيقة يعني لا ندعيها، هذا واقع الحال. واجهتها بأهلها، بالناس اللي موجودين بها، وبالمقاتلين الشباب الذين قاتلوا، فقاتلوا ولم يهربوا الناس. متى تهرب الناس؟ متى تخاف الناس وتهرب؟ عندما يكون القتال داخلي، عندما يعني يستعملون أهلك في قتالك. ما حصل في العراق، استخدموا ناس عراقيين لقتال العراقيين، هنا بدأ التهجير. الميليشيات هذا ما تحدث عنه. أما في الوضع الحالي في غزة، عندما الناس تتماسك وعدو خارجي يظل يقصف يقتل يذبح، الناس صامدة وتواجه هذا ولا تهرب، خلاص. لكن دكتور، الوضع في غزة يبدو مختلف عن الفلوجة. في الفلوجة لم يتحدث أحد عن نقل هؤلاء السكان إلى خارج العراق. نعم. الآن الكل يتحدث، طبعا العالم الغربي، إسرائيل تتحدث أنه نقل هؤلاء خارج أراضيهم، خارج القطاع. أنت قد لا تتحدث بلغة رسمية، يعني قد لا تتحدث، قد لا تصدر بيانات تقول انقل الناس منها، لكن دعني أقول لك وأسألك، وأنت تعرف هذا الموضوع كعراقي، يعني لغة القنابل ولغة الصواريخ ولغة القصف ألا تجبر الناس على ما هي هذه اللغة؟ ما حدث بعد 2014؟ ما الذي حدث؟ لماذا هجرت الناس الفلوجة والرمادي والموصل صلاح الدين والموصل؟ لماذا؟ يعني لم يدخل لكن القصف والقتل والذبح والميليشيات والصواريخ، هذه كانت الرسالة. وهكذا الذي يحدث في غزة، هذا تحذيرات، ادخلوا 700,000 من أهل غزة يتحركون من شمال غزة إلى جنوبها خلال 4-5 أيام بفعل القصف العنيف والقتل. بفعل هذا هم لم يخوفهم هذا الخطاب، قصف لكن مدارس، قصف كنائس، قصف مساجد، قصف مستشفيات. نعم. قتل ببشاعة، يعني بإجرام وبقصد، هذا الذي يخوف العالم. فبالتالي أنت أمام حالة الحقيقة بقياساتها في العراق وقياساتها في فلسطين تجد تشابه، وتجد من خلالها تجد يعني أحكام معينة تصلح للواقع وتكون منطقية وصحيحة، وما تحدثنا به يعني في هذا الإطار. نستأذن من الضيوف ومن المشاهدين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل فنشاهد تقرير عن تأريخ المجازر الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال بعد العام 1948 وصولا إلى المجازر الحالية التي ترتكب في قطاع غزة منذ نحو أسبوعين ضد السكان المدنيين.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور أديب زيادة والصحفي حسن الخالد. حسن الخالد في بغداد، برأيك كيف ساهم هذا الدعم الغربي وخاصة الأمريكي لإسرائيل المطلق وغير المشروط في إغرائها في ارتكاب المزيد من المجازر في قطاع غزة؟ هي حتى الآن يعني هناك خبر عاجل يقول الجيش الإسرائيلي أنه سيكثف من غاراته ابتداء من هذا اليوم، على الرغم من الأصوات الدولية والحقوقية والتظاهرات، لكن هذا يعني الجيش الإسرائيلي يواصل ارتكاب المزيد من قتل المدنيين وبالجملة. والله أستاذ ماجد، يعني هو الاحتلال الإسرائيلي كل هذه السنوات كما ذكرت قبل قليل من 2008 لحد هذا اليوم هو حاول أنه يضعف الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية في غزة، وهو دائما يتحجج أنه هجوم أو عمليات العسكرية في غزة بدافع القضاء على المقاومة الفلسطينية. ولو نظرنا قليلا قبل أيام الاحتلال الصهيوني حدث مجزرة في نور شمس في مخيم الطول كرم، قتل 13 فلسطيني من ضمنهم 6 أطفال، والجميع يعلم أن الضفة الغربية كتائب القسام لا يوجد لها شيء على أرض الواقع، يعني حتى نقول والله أنه كان يقاتل كتائب القسام والمقاومة. فالاحتلال الصهيوني دائما يتحجج ويتذرع بمحاربة المقاومة الفلسطينية للقضاء، يعني عندما يعجز عن مقابلة المقاومة الفلسطينية يقوم بتدمير المخيم على ساكنيه، ويعني حتى عند انسحابه من طول كرم قام بتدمير البنى التحتية في جنين نفس الحالة. فهو يدعي أنه يريد القضاء كما قال الخرفان بايدن أو نتنياهو، القضاء على حماس والقسام. فالجميع رأى هذه المجازر بسهول مدنيين، قصف المدنيين، فهو والبنى التحتيه. اشكرك دكتور اديب زياده. نفس السؤال، يعني كيف برايك ساهم هذا الدعم الغربي والدعم الامريكي المفتوح وغير المشروط في اغراء الكيان الصهيوني في ارتكاب المزيد من الجرائم؟ هو مستند الى جدار قوي، ولذلك ماضي بهذه المجازر الدمويه غير مصغ لاي صوت اخر. هناك ضوء اخضر لأمريكي غربي أو بعض من المجموعة الغربية للمضي في هذه المجازر للنهاية؟ هو حقيقة هناك غطاء قانوني، يعني بمعنى أنهم غطينهم هم قانونيا، بمعنى مجلس الأمن لن يتخذ قرار في إدانة إسرائيل. أمريكا تعطي إسرائيل أو أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لتفعل ما تشاء، بالعكس هي حرضت إسرائيل للقيام بحل حاسم على الأرض في غزة بحيث لا تعود حماس بإمكانها مجدداً أن تقوم بما قامت به. الاتحاد الأوروبي للأسف أيضاً سار على نفس النهج، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، كلهم ساروا على نفس النهج، بمعنى أعطوا من خلال أيضاً وضع الفيتو على القرار، على مشروع القرار الروسي الذي تقدمت به روسيا في مجلس الأمن لإيقاف وقف، لجعل هناك مسألة وقف إطلاق النار بين الأطراف. رفضت فرنسا، رفضت بريطانيا، رفضت أمريكا، وهذا كان إعطاء أيضاً مضاعفة لهذا الضوء الأخضر لصالح إسرائيل كي تقوم بما قامت به وكي تقوم بالمزيد أيضاً، لأن هناك المزيد ينتظرها وينتظر الشعب الفلسطيني. وأعتقد إسرائيل تتكئ إلى حائط قوي في هذا الجانب، بمعنى أن هناك غطاء سياسي كبير جداً ومتين جداً من طرف هذه الدول تحديداً. ونحن نعلم أن أمريكا ربيبة، يعني سيدة إسرائيل الأولى، وسائر ايضا الدول التي دعمت وتدعم اسرائيل سواء كانت فرنسا او بريطانيا هم متعودون على المجازر. تعلم ان هذه الدول الاستعماريه سواء كانت فرنسا في افريقيا او امريكا فيما فعلت في العراق وفي افغانستان وفي فيتنام من قبل وفي كثير من دول العالم، هي سياستها تقوم على المجازر والقتل. يعني كم قتلت من الناس في فيتنام، كم قتلت من الناس في العراق، كم قتلت من الناس في افغانستان؟ هل راجعت أمريكا نفسها أو شعرت بالندم أو شعرت بنوع من تأنيب الضمير على ما فعلت؟ هي تورث هذه السياسة لإسرائيل، ولكنهم لم يتعلموا من الدروس.
لم يتعلموا الدروس رغم ان الدروس ساطعه شمسها ساطعه بتستطيع ان يتعلم منها حتى الابكم والاطرم يتعلم منها، لكن اسرائيل والغرب للاسف لا يتعلموا من تلك الدروس، ولذلك اسرائيل تسير على نفس النهج وتخطئ نفس الاخطاء وستحصد نفس النتائج كما حصل. المفارقه دكتور انه حتى المجتمع الدولي يبدو عاجز عن ايقاف مجازر ضد موظفيه الدوليين. الأنروا تتحدث عن مقتل 17 من موظفيها، هناك مؤسسات دولية أخرى تتحدث عن مقتل من طواقمها، تقصف مؤسساتها، تقصف المجتمع الدولي، الأمم المتحدة أيضا عاجزة لا تفعل شيء. لأنه يا أخي العزيز المجتمع الدولي هنا المقصود فيه ليس المجتمع الدولي، المقصود في أمريكا وتحديدا بريطانيا وفرنسا ومن ملأهم من الغرب تحديدا، هذا ليس المجتمع الدولي. نحن نعلم أن هذه المنظومة أو المنظمة الدولية المسمى الأمم المتحدة هي رهينة هذه القوة بشكل أساسي، ولذلك عندما تحدث عن المجتمع الدولي علينا أن نكون دقيقين في توصيفنا. نحن نتحدث عن أمريكا تحديدا وبريطانيا تحديدا، فرنسا أخرى وألمانيا الآن التي يعني تسير في نفس النهج. لذلك يعني أن تضرب المنظمة الأممية وأن يضرب الموظفو الأنروا وأن يضرب آخرون من المنظمات الدولية ليس غريبا بالمرة، لأن إسرائيل تشعر أنها مؤمنة تماما، ظهرها غير مكشوف كما المقاومة. يعني المقاومة في المقابل ظهرها مكشوف ولا ظهير لها ولا نصير لها لا دوليا ولا أمميا ولا 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 بالمعنى الرسمي، ولكن في المقابل الجانب الإسرائيلي يقوم بما يقوم به، يقوم بالمجازر. تخيل أنه يتحدثون عن روايات كاذبة، تحدثوا عن روايات كاذبة أن هناك أطفال قطعت رؤوسهم أو أن هناك اغتصاب للنساء، ولم يعطوا أي دليل، بالعكس حتى أولئك الذين صدقوهم في البداية تراجعوا عن ذلك، حتى وكالات الأنباء والصحافة العالمية تراجعت كثير من 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 جانبها عن ذلك، إلا أن السياسيين للأسف ظلوا يرددون هذه الكذبة الكبرى. أما ما هو صادع سطوع الشمس فيما يتعلق بالمجازر، ضرب المستشفى، مستشفى المعمداني، وقتل 500 شخص من المدنيين الواضحين أمام مرأة ومسمع العالم، صدقوا الكذبة الإسرائيلية بأنه الفلسطينيين قتلوا أنفسهم. لم يكفهم أن إسرائيل أعطت تحذيرات لعشرين مستشفى. يعني يكفي هذا المؤشر ليدل العالم تماما أن من ضرب مستشفى المعمداني هو إسرائيل، لكن مع ذلك يغمض هذا العالم بين قوسين لأمريكا وأوروبا تحديدا، يغمضون عيونهم. وللأسف كما قلت لأنه المجتمع الدولي هو مختصر ومختزل في هذه القوة تحديدا وفي هذه الدول تحديدا، نجد أن هناك ضعفا كبيرا من قبل باقي دول العالم. يعني نحن صحيح أن هناك بعض الأصوات تخرج خافتة من قبل روسيا أو الصين أو غيرها خافتة، إلا أن هناك صمت مطبق من قبل الأنظمة العربية والعالم الإسلامي أقصد الرسمي، والظهير الوحيد الآن الذي يقف على الأقل ينادي برفع هذا الظلم وهذا الإجرام وهذه المجازر عن ظهر الشعب الفلسطيني هي تتمثل فقط في الشعوب التي تخرج إلى الميادين. وأنا أرى بأن هذا المجتمع الدولي لن يرعوي ولن ينضبط ولن يعود إلى رشده إلا إذا أسمع من هذه الشعوب ومن هذه القوة ومن هذه المسيرات ومن هذه المظاهرات، وترجمت هذه المظاهرات إلى أدوات ضغط حقيقية على تلك الأنظمة وذلك المجتمع الدولي بين قوسين المختزل في أمريكا. يجب على تلك المسيرات ويجب على تلك المظاهرات ويجب على أولئك الناس الذين يسيرون في الشارع أن يكون سقفهم في حده الأدنى، في حده الأدنى طرد سفراء تلك الدول تحديدا من دول العالم الإسلامي ودول العالم العربي، أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، كل من صوت ضد قرار الدعوة فقط لوقف إطلاق النار هو يضع نفسه في مصاف الأعداء للشعب الفلسطيني ويضع نفسه في مصاف قتلة الشعب الفلسطيني وقتلت قطاع غزة. لذلك على الشعوب وعلى تلك المسيرات وعلى تلك الضغط حتى تعطي أكلها أن تتحول إلى أدوات ضغط حقيقية على تلك القوى المصطفى مع القتلة والتي تصطف بشكل واضح مع المجرمين ومجرمي الحروب وأولئك الذين يفيدون البشرية الآن أمام أعين الناس وبصرهم دون أن يحركوا ساكنا. ثم بالنسبة للمحكمة العدل، محكمة الجنايات الدولية، أين هو النائب العام؟ أين هو المدعي العام تاع المحكمة الجنايات الدولية؟ لماذا رفع بحق بوتين من أول بضع أيام من معركة بوتين مع أوكرانيا طالب بجلب بوتين إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاكمته، وحتى الآن لم نسمع من هذا المدعي العام كريم خان بيك أي كلمة من هذا القبيل أن يدعو مثلا إلى جلب نتنياهو على جرائم الحرب التي يقوم بها إلى محكمة الجنايات الدولية. المشكلة أن هناك مؤامرة بين قوسين مترامية الأطراف تستهدف الآن ظهر المقاومة الفلسطينية وظهر حركة حماس تحديدا. أشكرك، واضح
أشكرك دكتور. دكتور رافع، على ذكر الضعف أو التقاعس أو التهاون الدولي تجاه ما يجري في غزة، أيضا هناك من يتحدث عن تقاعس وعن ضعف في الجانب الرسمي العربي الإسلامي. الحقيقة الآن مواقف لا تتقي إلى حجم هذه المأساة الموجودة، لذلك إسرائيل ماضية بهذه المجازر. هناك ظهير ودعم دولي وهناك تقاعس عربي وإسلامي، يعني الحقيقة لا يعني لا يتناسب مع حجم هذه المأساة، أيضا كان مغريا لإسرائيل. هذا حقيقة، الحقيقة وكما جرى في العراق طبعا عام 2003. ولذلك نعم، يعني مرة أخرى سأنطلق من العراق أتحدث عن هذا الموضوع. دعني أقول والكل يعرف أن السلطة في العراق قائمة على عناصر خارجية وليست داخلية. نعم. بقاء هذه السلطة من عام 2003 لحد الآن، سلطة الميليشيات والقتل والذبح، وهذه السلطة كلها بكل فكرها المخرب والشاذ باقية، لأن هناك ثلاثة عناصر يعني هي التي تجعلها باقية، وهذه العناصر خارجية وليست داخلية. يعني مقومات بقاء هذه السلطة في العراق خارجية وليست داخلية، وسأربط هذا مع ما يحصل في غزة. العناصر هذه هي أمريكا، إيران، الدول العربية. وأعود هنا على الدول العربية. الدول العربية غيابها عن العراق، رغم أنه ستقول لي أنهم موجودين ولديهم سفارات، سأقول لك نعم موجودين لكن غائبين. هم جاءوا فقط تلبية لدعوة أمريكية أو لإرضاء هذا الطرف أو ذاك الطرف من العناصر الخارجية، إيران أو أمريكا، بطرق الابتزاز أو إرضاءهم، وليس من أجل العراق. لذلك لم يساعد العراق في محنته، والآن العراق بهذا الشكل. عندما نذهب إلى غزة نفس القضية، الكل يرفع شعارات نحن مع فلسطين، مع تحرير فلسطين، مع دعم فلسطين، مع دعم المقاومين، لكن ماذا تفعلون المقاومين؟ وأعود مرة أخرى إلى العراق، هناك مظاهرات تخرج من العراق من ميليشيات هي تقفل الأبواب والشبابيك على الشعب العراقي وتقتله، لكن تنادي بتحرير فلسطين ودعم الفلسطينيين. قتلت عراقيين وفلسطينيين. نعم، قتلت الفلسطينيين وهجرت الفلسطينيين وطاردتهم وقتلتهم ونالت من عندهم. هذا واقع حال، نحن لا نتكلم عن واقع يعني غير موجود، هذا واقع الكل شهده وشهدناه، والكل العراقيين ووثق بالتاريخ، هذا واقع الحال. الآن يذهبون إلى مظاهرات، مثلاً تنظر إلى مظاهرات يذهبون إلى الحدود إلى طريبيل، الحدود الأردنية، ما علاقة أن تذهب بتظاهرات إلى الحدود الأردنية؟ لماذا؟ لماذا يعني؟ أنت محدود مع دولة عربية، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ إذا أنت صادق اذهب إلى سوريا وادخل إلى الجولان، اذهب إلى لبنان ووقف على الحدود باعتبار جزء من ساحة المقاومة سوريا. طيب هذا جزء من هذا الضحك على الناس، ناس تهوس. دائما الهوسات العراقية كان لها قيمة بمصداقيتها وبواقعها على الأرض، أما أن تسمع هوسات احنا كذا بس يقول لنا فلان ندخل بالغزة، هذا كلام كذب مضحكة. هذا أنتم تقتلون الناس في الشوارع، تقتلون الفلسطينيين والعراقيين، تهجروهم وتدمروهم وتسرقون أموالهم وتحدثون عن فلسطين. من ينكل بأهله لا يمكن أن يساند ناس خارجيين، لا يمكن أن يساند فلسطين. فهذا العرب نفس القضية الآن، الرسميون العرب الرسميون. وهذا الخلل ليس خلل، ربما لا أتحدث عن سلطات، أنا أتحدث عن نظام عربي غير صحيح غير سوي، نظام عربي متهرئ مدمر. فهو هذا جزء من عنده الذي سمح باحتلال العراق وتدمير العراق، هذا كان جزء من عنده أن يصلون إلى ما وصل إليه العرب الآن. أشكرك. هل سيساند فلسطين ويساند؟ ومن 48 لحد الآن أمريكا قدمت لإسرائيل فقط ماديا إلى غاية 2020 260 مليار بس مواد، يعني أموال فقط. هي يعني إذا 100% 52% من مساعدات أمريكا للخارج كانت لإسرائيل. فإسرائيل عندها لها قيمة ولها قاعدة، وقاعدة لسيطرة على العالم جزء من عندها. نعم، وقال بايدن لو لم تكن موجودة لصنعناها ووجدناها. نعم، ودعمناها. نعم. حسن الخالد، رغم المجازر الوحشية المرتكبة في غزة، هل تعتقد أن الاحتلال وواضح سينجح في إيجاد شرخ بين المقاومة الفلسطينية وحاضنتها الشعبية، دق سفين بين هذه المقاومة والحاضنة الشعبية؟ باختصار إذا سمحت.
والله أستاذ ماجد، لا أعتقد يعني نعم. الشعب الغزاوي محاصر منذ 15 سنة وأكثر، حصار، دمار، حروب، يعني كل حتى الدول المحيطة له كانت محاصرة، حتى يفقد المقاومة الفلسطينية تفقد حاضنتها. فكل حرب يمر على غزة يزداد أهل غزة قوة وصمود. كلمة أخيرة أنا أحمل، يعني لولا الصمت العربي والإسلامي وتخاذل الهيئات والمؤسسات الأممية، يعني قبل ساعات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأنوروا تستجيب للقيود الذي فرضها الاحتلال الصهيوني بإدخال المساعدات الإنسانية. يعني تخيل الأنوروا تخضع للاحتلال الصهيوني وتفرض توزيع المساعدات في جنوب غزة تحت ذريعة أنه النازحين نزحوا إلى الجنوب. فكيف على هيئة أممية تستجيب للاحتلال الصهيوني؟ وهذه نحن واجبنا أنه نحمل الأمم المتحدة ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين مسؤوليتها باتجاه توزيع المساعدات على جميع قطاع غزة جنوب وشمال ووسط. فالشعب الغزاوي يوم بعد يوم يثبت للعالم أنه قد هذه المسؤولية، وإن شاء الله هو صابر وصامد ومنتصر بإذن الله. نحن كما قال شيخنا الجليل رحمة الله عليه أحمد ياسين، إننا نرى النصر قريبا بإذن الله. أشكرك دكتور أديب. بهذه المجازر الحالية والممتدة من عام 48 وحتى ما قبلها، هل يعتقد قادة الكيان الصهيوني، قادة إسرائيل، أن هذه المجازر أو في هذه المجازر ضمانة لاستمرار إسرائيل في احتلالها للأراضي الفلسطينية هي الضمانة الوحيدة؟ سيرتكبون المزيد من المجازر، ارتكبوا ويرتكبون، لأنها ضمانة وحياة الكيان مرتبطة بهذه المجازر. للأسف أنه هذا الكيان هو قام على المجازر، قام على القتل، قام على شلالات من الدماء، وهو متعطش للمزيد من الدماء، ويعتقد اعتقادا جازما أنه ما لا يأتي بالقوة يأتي بمزيد من القوة، وما لا يأتي بالقمع يأتي بمزيد من القمع. لا يفكر أنه يعني يعود إلى الخلف ويفكر مرتين أو ثلاثة في المسألة هي. لذلك يعتمد بشكل أساسي على قوته، يعتمد بشكل أساسي على قوته المادية تحديدا، ويعتقد جازما بأنه ربما أنه فعلا يعني كما فعل في حرب في قبيل حرب عام 48 أنه بالمجزرة دير ياسين ربما يخيف شعبنا، وفعلا تركت آثار آنذاك على شعبنا، وغادر كثير من الناس غادرت قراها. لكن اليوم بعد أن خبر الشعب الفلسطيني معنى الهجرة، بعد أن خبر الفلسطينيون معنى اللجوء، بعد أن خبر الفلسطينيون معنى المخيمات، بعد أن خبر الفلسطينيون معنى الخيام، بعد أن خبر الفلسطينيون معنى أن تشرد في الأرض مرتين أو ثلاثة أو أربعة، لا أعتقد ولا يعتقد فلسطيني عاقل بأنه خيار الهجرة هو خيار، وخيار الخضوع هو خيار، خيار الركوع بالنسبة للفلسطيني هذا شيء مستحيل الآن، بعد خاصة بعد أن رأوا أن هذا الكيان الكرتوني وبيت العنكبوت هذا فعلا أنه أوهى فعلا من بيت العنكبوت. لا يعني ضربة 7 أكتوبر لم تعد لهذا الكيان خشية في القلب لدى سواء كان الطفل الفلسطيني أو المرأة الفلسطينية أو الشيخ الفلسطيني. والضربات التي وجهها القسام والمقاومة عموما سواء كان قبل 7 أكتوبر أو بعد 7 أكتوبر تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنه هذا الكيان هو نفسه الذي سيدفع الثمن، وهو نفسه الذي سيهاجر، وهو نفسه الذي سيغرق في وحل أفعاله التي يقوم بها وفي وحل مجازر التي يقوم بها. وقفة المجتمع الغربي، وقفة أمريكا مع الصهاينة، ووقفة الصهاينة بعتادهم وعدتهم بطائراتهم بدباباتهم حول قطاع غزة، ومحاولة إكراه الفلسطينيين على الهجرة مجددا، لن تلقى صدى إلا كما قلت، حتى أن نكون واقعيين ربما يتزحزح الفلسطيني قليلا تحت ضربة الطائرات. نحن نعتقد اعتقادا جازما بأنه هناك فعلا هناك بشر على الأرض، وهناك أناس يضعفون على الأرض أمام صرخات أطفالهم، أمام صرخات النساء وكبار السن وما إلى ذلك، لكنها ستكون زحزحة مؤقتة وتكتيكية فقط حتى يتمكن المقاومون من رقاب الصهاينة كما فعلوا في 7 أكتوبر، وليس العكس.
ليس حتى يتمكن الصهاينة ركاب المقاومة. نحن على ثقة تماما أن من صنع 7 أكتوبر سيصنع ما بعد 7 أكتوبر أو سيصنع النصر ما بعد 7 أكتوبر. دكتور، والتعويل بعد الله عز وجل هو على أن يكون هناك حركة من الشعوب وحركة على ذكر حركة الشعوب. دكتور، هناك من يتحدث أنه بعد هذه المجازر الوحشية والدموية والبشعة والمروعة كما وصف اليوم غوتيريش هذا الكابوس المرعب والمروع في قطاع غزة، بعد التسويق أنه إسرائيل تدافع عن نفسها وعن شعبها بعد عملية يعني طوفان الأقصى، هناك من يتحدث أنه بعض من المجتمع الدولي، بعض من الدول بدأت تتوقف عن هذا الدعم المطلق، تراجع مواقفها، وقد ينقلب الأمر إلى انتقاد لاذع وقاسي لإسرائيل وقوات الاحتلال على هذه الدموية المفرطة في استهداف المدنيين والمرافق الحيوية الخدمية المدنية وليست العسكرية. تتوقع هذا الانقلاب؟ لا شك بأنه السردية التي حاول تسويقها الصهاينة خلال اليوم الأول والثاني والثالث بدأت تنكفئ سواء كان على الصعيد السياسي أو على الصعيد الإعلامي في 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 الساحة الدولية عموما. ونحن نرى الآن الزخم الهائل الذي يخرج في أقطار الأرض قاطبة في كل مدن العالم، في كل أقطار العالم الآن تخرج مسيرات مناصرة للقضية الفلسطينية، وبعد أن استطاع ربما الصهاينة ووسائل الإعلام التابعة للصهاينة خلال اليوم الأول والثاني أن تعكس وسائل التواصل الاجتماعي صور الصهيون الضحية بين قوسين، عادت الرواية الفلسطينية والسردية الفلسطينية وبقوة هائلة لتسيطر على وسائل التفاعل الاجتماعي والتواصل الاجتماعي مجددا. وهذا وجدناه زي ما كما قلت في سواء كان على صعيد في المدارس، في الجامعات الغربية، في وسائل في القوى المجتمع المدني الغربية، القطاعات الواسعة. لذلك أنا أعتقد كلما أمعن الصهاينة في قتلهم وفي إجرامهم وفي مجازرهم ستتعزز الرواية الفلسطينية بأنهم هم وحدهم ضحايا هذا الإرهاب الصهيوني، وهم وحدهم ضحايا هذا الكيان الغاصب، وهم وحدهم ضحايا هذا الإرهاب الاحتلالي. لذلك المحتل كما يقول عن نفسه بأنه له حق الدفاع عن نفسه، أيضا القانون الدولي والشرائع الدولية والشرائع السماوية تقر بأن هناك للفلسطيني الضحية الواقع تحت الاحتلال الحق أيضا في المقاومة لهذا المحتل، وحتى بالسلاح وبالعتاد وبالقوة. لكن هذا الكلام أنا أقول حقيقة، وأنا أدرك تماما ما أقول أنه هذا لا يكفي أمام آلة البطش الصهيونية مدعومة بآلة البطش الأمريكية وآلة البطش الأوروبية مجتمعة مع بعضها. لا تستطيع آلة المقاومة البسيطة المتواضعة من مقاومة كل هذا إن لم يكن هناك محاولة من طرف أخرى للتدخل، وكأن يكون هناك في الشمال الفلسطيني أو جنوب لبنان مثلا على سبيل المثال، أو أن تكون هناك حركة عربية بمعنى المسيرات والمظاهرات والقوى الحية التي نراها الآن على الأرض أن تصنع أحداثا تقفز عن مسألة الصراخ والشعارات ورفع اليافطات في الشوارع إلى مسألة الضغط على مصالح تلك الدول التي تستقبل إلى جانب إسرائيل. في ختام هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار لم يتبقى إلا أن نشكر ضيوفها وهم كلهم من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، والدكتور أديب زيادة المتخصص في ملف الاستيطان وهو فلسطيني وكان معنا عبر سكايب، وأيضا الصحفي الفلسطيني حسن الخالد كان معنا عبر سكايب من بغداد. كما أشكركم مشاهدين الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.